بكم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. ضابط بقوة تأمين المعزول وراء حوادث التفجيرات واغتيال القيادات الداخلية. ضبط خلية إرهابية خططت لتفجير المنشآت الحيوية ب 6 أكتوبر. رصد اجتماعات قادة الإخوان بجامعة القاهرة لإدارة مظاهرات الطلاب. وإليكم تفاصيل النشرة. ضابط هارب وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية، حيث كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى للبوابة نيوز أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات خطيرة عن المتورط الحقيقي في تسريب ملفات وعناوين وأكواد ضباط وقيادات الشرطة لميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أنه ضابط سابق كان يعمل ضمن قوة تأمين منزل الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة الشرقية. وأكدت المصادر أن الضابط هرب إلى دولة قطر وتواصل مع قيادة الإخوان وأمدهم بقائمة تضم أسماء عدد من الضباط العاملين في أجهزة وقطاعات مختلفة بالوزارة لاستهدافهم، بالإضافة إلى معلومات عن مديريات الأمن المختلفة ووقت الخدمات وتأمين المنشآت، كما أنه خطط لاحتلال ميدان رمسيس واغتيال وزير الداخلية. تمكن ضباط قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الجيزة من القبض على 3 تكفيريين بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أن المتهمين خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية وتفجير المنشآت الحيوية في محافظة 6 أكتوبر. من ناحية أخرى، ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على الشيخ رفعت محمد حسن الشهير بأبو عاصم أمير الجماعة الإسلامية بالإسكندرية أثناء محاولته السفر إلى الأردن لتورطه في أعمال عنف. قيادات الإخوان يتخذون جامعة القاهرة وكرا لاجتماعاتهم، حيث كشفت مصادر مطلعة عن لقاءات مكثفة جماعة الدكتور محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ومسؤول الجماعة بجيزة بمحمد علي يقدش لبحث ترتيب أمور الجماعة ومناقشة التطورات الأخيرة وإدارة مظاهرات الطلاب. قالت المصادر الأمنية أن الاجتماعات تعقد في إحدى الكليات التابعة لجامعة القاهرة. يذكر أن عليوة يعد أحد القيادات البارزة لجماعة الإخوان ومتهم في التحريض على أعمال العنف الأخيرة بجيزة بعد سقوط حكم الإخوان. القرداوي يطمئن مطاريد الإخوان، حيث قال قيادي في جامعة الإخوان المسلمين يتواجد في قطر أن قيادات ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين تلقوا تطمينات من الشيخ يوسف القرداوي الموجود في قطر بعدم الاقتراب من جميع المعارضين للسلطات المصرية المتواجدين في الدوحة حاليا في أي سوء، وأن وضع المصريين المعارضين في قطر آمن. وأضاف القيادي أن القرداوي أكد خلال زيارة وفد من تحالف دعم الشرعية له في مقر إقامته بالدوحة أنه لا توجد أي نية لدى السلطات القطرية في ترحيل المصريين المعارضين من أراضيها، مؤكدا أنه لا تنازلات قطرية للمصالحة مع دول الخليج. كورونا تظهر في مصر، فقد أعلن وزير الصحة الدكتور عادل عدوي عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس الكورونا والمعروف باسم المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، والحالة لشاب سعودي يبلغ من العمر 27 سنة. وكان فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة قد اشتبه في الحالة وتم تحويلها مباشرة بسيارة إسعاف إلى مستشفى حميات العباسية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة لمكافحة العدوى. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.